دايما بقول ان شبابنا فيهم الخير وبلادنا مليانه دايما دايما بالخير. شبابنا بيخترعوا وبيبتكروا حتى في السن الصغير، بيبقى عندهم خيال، بيخلوا الخيال ده حقيقه. خلينا نشوف الحقيقه اللي كانت خيال وبجد بقت حقيقه مشرفه جدا. معانا المخترع الصغير احمد اسماعيل. اهلا بك يا احمد. يعني عرف الناس بنفسك، عندك كام سنه، بتدرس ايه، وهعرف منك حالا انت اخترعت ايه بعد ما اتعرفنا على نفسك. تمام، انا احمد اسماعيل، عندي 17 سنه. انا دلوقتي في ثالثه ثانوي. بس طيب تمام، قول لي بقى، انت مخترع بس مخترع صغير شويه، عملت اكتر من اختراع. خلينا نتكلم على الاختراعين اللي انت جايبهم معاك النهارده. يعني فكره بقى، خلينا اول اختراع عشان احنا دلوقتي شويه الناس بتبقى قلقانه. اختراع ان لو البيت اتسرق او حصل فيه اي مشكله ممكن يجي لنا رن على الموبايل او نسمع ايه اللي بيحصل في البيت. يعني دينا تفاصيل اكتر عن الاختراع ده. تمام، جهاز انذار. بركبه في البيت مثلا بتاعي وبشغله، وهو بيبقى فيه زي ليزر بيطلع في كل البيت، يعني بيدخل في كل الاماكن وكده جوه البيت. الليزر ده اول ما بيتقطع لما يكون مثلا حرامي دخل او اي حاجه، بيعمل انذار جوه المكان وبيتصل على التليفون للشخص نفسه صاحب المكان، وعن طريق التليفون طبعا بقدر اسمع ايه اللي بيحصل جوه الشقه. طب استنى بقى، قول لي هو بيتقطع ازاي؟ يعني هو الليزر بيبقى ماسك المكان كله، بيتقطع ازاي؟ يعني مجرد ما حد يعدي بس من قدامه، حد يعدي من قدامه، فبيتم الاتصال على طول مع صاحب البيت على الموبايل. تمام، وبعد كده بيقدر يسمع بقى كل اللي بيحصل في البيت. بيقدر يسمع كل حاجه بتحصل جوه المكان. طيب هل بيبقى فيه كاميرا ممكن تسجل ولا هو ليزر بس؟ هو لحد دلوقتي يعني انا اقدر اسمع بس المكان، تسمع وفي ايه اللي هو زي انذار صوت جوه برضه المكان عشان الناس تسمع اللي حواليك، اللي هو ينبهك ان في حد داخل البيت وانت مش موجود. طيب والجهاز التاني برضو اللي معانا الفيديو بتاعه على الهوا، هو لمرضى الشلل الرباعي، بيقدروا يتحكموا في اي حاجه بالكهرباء، صحيح كده؟ دينا برضو تمام. فكره عن الجهاز ده. هو الجهاز دوت جزئين، الجزء الاولاني بتاعه ريموت بقدر اتحكم بيه، والجزء التاني هو جهاز بيتوصل ببادل الاجهزه اللي انا عايز اتحكم فيها. من خلال الريموت بقدر اتحكم في الاضاءه مثلا، في اي حاجه بتشتغل بالباور، اي جهاز شغال بالكهرباء بقدر اتحكم فيه، شغال وقت فيه كده. طب انت ازاي جات لك الافكار دي؟ يعني حسيت ان احنا عندنا مشكله مثلا في موضوع اقتحام البيوت، عندنا مشكله طبعا مع، يا ربنا يا رب يعافي مرضانا جميعا، مع مرضى الشلل الرباعي ان هم مش بيقدروا يقوموا ويتحركوا كتير. جات لك الفكره ازاي؟ والخامات بقى، يعني هل الحاجات دي الاختراعات دي كانت مكلفه بالنسبه لك ولا كانت سهله؟ هي طبعا كانت مكلفه يعني. هي الفكره الاول جات لي لما في الفتره اللي فاتت، طبعا معدل السرقه طبعا ارتفع بطريقه عاليه جدا اصلا في البلد، فجت لي الفكره ان انا اعمل جهاز انذار اللي اقدر اعمل بيه البيوت عشان انا اكون امنت بيها بيوت. هايل، يعني دايما بيقول لك الحاجه ام الاختراع. استاذ عادل، اكيد احمد وانا هعرف منه الموضوع ده لما يروح يعرض على حد اختراعه ابتكاره، حاجه جديده لسه مش معروفة، مش واخدة البراند زي ما بيقولوا أو الماركة المسجلة اللي ممكن تقول دي حاجة جميلة. وإحنا ساعات كتير للأسف عندنا ناس عندهم عقدة الخواجة، فأول ما بيسمعوا إن دي حاجة مصرية أو يقول لك يا عم أبسط حاجة، يا عم لا ده لسه صغير، ده دي حاجة مش هتطلع ليها جودة عالية. إزاي هو يتقبل النقد ده، واللي ممكن في أوقات كتير قوي 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 ممكن يوصل لحد الإهانة وفي نفس الوقت هو بيبقى على حق؟ هو خلينا نقول ان الفكره عمرها ما بتموت. ايوه، طول ما احمد متمسك بفكرته ومتمسك بالحلم بتاعه وشايف الحلم بيكبر وشايف ان هو يقدر يوصل لنتيجه هو عايزها، مهما الناس تقوله مهما يسمع من انتقاد سلبي. للاسف احنا لما بنيجي ننتقد مش بننتقد يعني نقد ايجابي، النقد بتاعنا كله بيكون نقد سلبي، لا مش هتقدر، مش هينفع، مش هتوصل ايه، كان غيرك اشطر، كان اللي قبلك وصل، كل الكلمات دي للاسف بنسمعها كتير جدا في حياتنا. وفي البرمجه اللاوعيه العصبيه كل الحاجات دي بتتخزن جوه المخ. وبعد كده لما بنسمعها بعد كده خلاص بنيأس من اول. ليه؟ لان احنا خلاص اتعودنا على السلبيه، مش هتقدر، مش هينفع، مش هتوصل، مش كل الحاجات دي. فاحنا عايزين نتعلم ازاي نشجع
حتى يكفينا شرف المحاولة، حتى لو ما وصلناش احنا وصلنا لحاجة كويسة، ما وصلتناش للهدف اكيد الخطوة اللي جاية هنستخدم او هنكمل على المحاولة الاولى. فانا بشوف ان احمد يعني من الناس اللي هي تستحق التشجيع، يعني سن صغير وعمل لنا حاجة فعلا كلنا دلوقتي في اشد الاحتياج ليها، فكر بشكل مختلف، خرج بره الصندوق، ما بصش انه لا هعمل حاجة موجودة وهطورها، لا هو عمل حاجة اصلا بنستخدمها في البيوت، وبيقول دلوقتي انه ممكن نستخدمها في اي حاجة بتشتغل بالباور، دي حاجة قوية جدا. فلابد ان احنا نهتم بيه جدا، على الدولة انها تراعي النماذج اللي زي احمد تهتم بيها. احنا بنصرف فلوس كتيرة جدا على التعليم، للأسف هو اصلا فيه مشاكل كتيرة جدا، فلما نلاقي نموذج زي ده يبقى نهتم بيه، وواجب على كل حد في الدولة هدفه ان الدولة تتقدم تتطور، نعدي من الفترة دي. لما يشوف نموذج زي احمد حتى لو مش هشجعه بلاش يحبطه، صحيح، يعني حتى لو مش هيقول له كلمة تشجيع بلاش يقول له كلمة احباط. اكيد طبعا يا احمد انت قابلت النوعيات دي كتير، يقول لك يا عم ايه اللي انت عامله ده، طب انت خلاص يعني وما فيش غيرك عامل الموضوع ده، قول لي رحت باختراعك ده لاي جهه او اول حته فكرت ان انت تروحها ايه، وفعلا قابلت ناس بالنوعيات دي وكان رد فعلك ايه؟ فانا قابلت يعني ناس كتير في الاول خالص، قابلت ناس يا عم دي حاجات موجوده كده حاجات كده يعني، وطبعا جالي احباط فتره، كنت وقفت خالص ان انا ما اعملش اي حاجه، خلاص مش عايز اعمل حاجه، وبعد كده يعني برضو رجعت تاني للفكرة وكملت. الجهاز ده أنا قدمت الملف بتاعه لهيئة البحث، لوزارة البحث العلمي، ولحد دلوقتي لسه أنا مستني رد منهم كده. انت كمان دخلت مسابقات، خدت جوائز، عملت خطوة كده ليها علاقة بقى بالناحية التنافسية ولا لأ؟ تمام، أنا دخلت مسابقات تبع الجامعة الأمريكية، وفي مؤسسات برضو من أمريكا كانت هو بتعمل زي مسابقات وكده، وتبع اتش بي برضو كنت معاهم. طيب اخدت جوائز؟ اخدت يعني شهادات تقدير وكده. طب هاي بس انا لفت نظري في كلامك انه الجامعه الامريكيه الاتش بي يعني حاجات كده، مفيش حاجه الجامعه المصريه، مفيش حاجه صنع في مصر، يعني مفيش جهه مصريه حبت انها تشجعك وتنمي في الفكر اللي انت حتى لسه بتبتدي فيه؟ هو في يعني شركات مصريه عرضت عليا ان اجي اشتغل معاهم وكده، يعني الشركات معظمها. تمام. لا اجي اروح اشتغل معاهم. طب وانت رفضت ولا قبلت ولا كانت العروض غير يعني مناسبه عشان عايز تكمل دراستك؟ يعني العروض نفسها ما مش بقى. انت كمان عملت حاجه كلنا في امس الاحتياج ليها، هي فكره برضو جهاز انذار للعربيه. العربية. زي الجي بي اس كده؟ يعني طب ادينا فكره عنه. هو جهاز بيتحط جوه العربيه، بيتوصل بالباور بتاع العربيه وكل حاجه، في سماعه تقدر كمان لو حصل عمليه سرقه للعربيه تقدر توقف العربيه، تفصل عنها الباور خالص، تقدر كمان تسمعي اللي بيحصل جوه العربيه، غير كده تقدر تقفلي الباب ما يفتحش تاني. عارف يا احمد قد تكون الاجهزه دي زي ما قالوا لك ممكن تكون انها موجوده، لكن هي موجوده مش بايدين مصريه، هي موجوده كمان يا استاذ عادل مش بايدين مخترع صغير زي احمد لسه بيبتدي طريقه. خلينا برضو ناخد من كلام احمد ان هو للاسف زي اي حد يعني من الناس ممكن يجي له نوع من انواع الاحباط من كتر ما الناس بتحبطه وتقول يا عم لا ده في ناس كتير اخترعت ده قبل كده، دي حاجه مش جديده، هو ازاي يتصرف في ده وازاي ياخد من الاحباط ده عنصر ايجابي يقدر يخليه فعلا يكمل مشواره؟ يعني من وجهه نظري المتواضعه انا شايف انه احمد مش من الناس اللي هتحبط بصراحه، يعني دايما الناس اللي بيبقى عندها فكره وعندها رؤيه وجي قال لك حتى في وقت انا خلاص انا يعني مر بمرحله، صح يا احمد؟ طبيعي، هو مر بمرحله، طبيعي ان الانسان هيمر بمرحله انه شايف الناس كلها عماله بتقصر من اللي هو بيعمله وبتنتقد اللي هو بيعمله، فيجي له وقت، لكن ما نخليش المرحله دي تطول، نتغلب عليها اكتر، وطول ما الانسان شايف الحلم بتاعه اللي حاطط رؤيه قدامه هدف عايز يوصله هيوصله. اكيد لو رجعنا شفنا الناس اللي حد زي نيوتن او حد زي اينشتاين، يعني الناس كلها حتى اقرب الناس ليه انتقدوهم، لكن هو كان شايف وعنده عارف انه عنده امكانيات وعنده مقدره انه هيوصل للهدف بتاعه، واستمر واخد في انه يوصل للحلم بتاعه، اخد سنين كتيره جدا ومع ذلك لم يحبط، لم ييأس، ما توقفش عن الخطوات بتاعته. فانا بقول لاحمد استمر، حتى لو الدنيا كلها قالت لك لا انت تقدر تقول لا انا هثبت لكم
عكس اللي انت عكس اللي انت بتقولوه. وفي النقد ده الانسان بيتعرض لحاجتين، يا اما يحبط خالص اذا كانت الاراده بتاعته ضعيفه، يا اما يتحدى نفسه ويثبت لكل الناس ان هو لا اقوى منهم، وانه لا عنده هدف، عنده مشروع، عنده حلم هيقدر. فده بيديله قوه اراده وقوه تحدي. أكيد. فانا ان شاء الله اتمنى لاحمد التوفيق، واتمنى له يبقى عنده قوه اراده يقدر يتحدى بيها كل الكلام السلبي، وتثبت لهم ان انت لا عندك حلم وعندك فكره تثبتها لكل الناس باذن الله. دي روشته جميله. انا بقى عايزه من احمد نفسه روشته لكل الشباب اللي في سنك، حتى واصغر او اكبر منك، تقول لهم ايه، يتصرفوا ازاي لو حد قابلهم بشكل سلبي، لو حسوا باي احساس من احاسيس الاحباط، يعملوا ايه ويتصرفوا ازاي؟ تمام. ممكن مثلا اقول لهم طالما انت بتفكر انت احسن من غيرك. بالظبط. وان الفكره دي ممكن تخليك توصل وتبقى احسن، بس اهم حاجه ان الواحد يبقى مؤمن بفكرته. انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا، وبشكر الاستاذ عادل فانوس مدرب التنميه البشريه، شكرا جزيلا ليك نورتني، والمخترع الصغير احمد اسماعيل انا بشكرك، وبتمنى ان شاء الله اني اشوفك مخترع كبير وما تسيبش بلدك. انا بطلب منك شخصيا لو جالك اي عرض ايا كان تطلع بره مصر، خليك، بلدك محتاجاك ومحتاجه لكل شبابنا مشاهدينا التسامح والابتسامه. رغم كل الاحزان احنا دايما بنطلع مبتسمين، وبتعمد اننا صحيح ببقى لابسه اسود، ولكن الابتسامه ما تفرقش ابدا وشي، ونفضل نضحك ونبقى متفائلين، والرداء الاسود ده مش هيبقى على طول، ده حزنا بس على شهدائنا اللي بيروحوا، ولكن الحزن هيظل في القلب، والحزن ده هيروح ان شاء الله اول ما ناخد بطرهم بالقضاء العادل والنزيه. مشاهدينا لسه فقرات الخيمه مستمره مع حضراتكم، انتظروا بقيه فقراتنا ولكن بعد الفاصل.